عروس الصحراء أو البادية هكذا توصف واحتها دانيا في أجمل فصول السنة، حيث يشهد هذا الموسم إقبال السياح من مختلف المدن. هؤلاء الشباب قدموا من الناصرية هربا من الحظر وكورونا للتخييم هنا والاستمتاع. احنا مجموعة شباب من الناصرية اجينا لنقول ضيوف عندكم هنا، واجهنا شيء بسيط، يعني ردنا حبينا انه يصير بالطريق مثلا قطعة للبنزينخانة، قطعة للمنطقة السياحية، اتجاه الطرق. ضغط كورونا وضغط نفسي وعمل ماكو، شوفه قاعد تتونس، هو المكان حلو تغير جو. تتمتع واحة هدانيا بمؤهلات طبيعية كالعشب والسدرة جعلتها مقصدا سياحيا للشباب، وبينما يحذر ناشطون في مجال البيئة من خطورة انقراضها يدعون إلى تطويرها وإنشاء طرق خاصة للسير فيها فضلا عن أماكن مخصصة للطبخ ورمي النفايات. هناك سلوم تربوي تتبع الدولة في وضع خطوط معينة وقطع وبها أسهم وين تروح للمنطقة السياحية، المفروض يطول للسيطرات كياس كبار أو يأخذون من كل واحد 5000 يطب بالمنطقة. الموضوع مو موضوع عقابي، الموضوع تربوي. طرق مختلفة للاستمتاع في واحة هدانيا، الرقصات الشعبية ولعب كرة القدم والتفحيط وشواء السمك. أما في نهاية اليوم فتبدأ حملات شبابية لتنظيف الواحة وجمع النفايات فيها. شباب قضاء السلمان وشباب من السماوة طبعا يسوون حملات تنظيف وترتيب للش اسمه خاطر الأجواء تصير حلوة، لأن تدري أنت إذا صار حشاكم يعني النفايات والش اسمه تصير شوية الوضع والمنظر مقزز يعني ما. انجذاب السياحي إلى الواحة أمر شجع السلطات المحلية على اتخاذ خطوات تسهل زيارتها، ما جعلها تدخل قائمة المقاصد السياحية في المحافظة. من واحة هدانيا في بادية السماوة، خليل بركات، يو تي في.